مرحبا بكم. حالات كثيرة نتوصل بها عبر قناتنا لمواقف قامت فيها القطط بترك المنزل والذهاب بعيدا لمكان غير معروف. إذا كنت واحدا من الذين هربت قطتهم من البيت فنحن آسفون لسماع هذا. سنعرض لك الأسباب الشائعة التي قد تدفع القطط للهروب من المنزل، وذلك من أجل أن تتجنب الوقوع في هذا المشكل مستقبلا. سلام من الله عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة أنماط. الذكور والإناث عندما تشتد بهم الحاجة البيولوجية للتزاوج يمكنهم الهروب من المنزل بحثا عن شريكهم. ومن المعروف لدى مربي القطط أن بعض الذكور قد تتغيب لشهور. إن القطط من الحيوانات التي تحب أن تمتلك المكان الذي تعيش فيه وتكره أن يتقاسمه معها حيوان آخر، باستثناء إن كانت متعودة على المشاركة منذ صغرها. ولهذا نجدها تضع علامات مثل ترك رائحتها في أرجاء البيت دلالة على تملكها إياه، وإدخال قط من دون أخذ الاحتياطات اللازمة. هذا يجعل قطك يهرب بعيدا ويترك البيت للضيف الجديد. إن الضرب من الأشياء الخاطئة التي قد يسقط فيها مربي القطط، لأن هذا يولد الكثير من الخوف لديها، وقد يدفعها للتفكير في ترك البيت والبحث عن مكان آمن. وليس الضرب وحده من يولد الخوف، بل حتى وجود مصادر للضجيج تقلق راحتها، أو وجود حيوانات مفترسة مثل الكلاب الكبيرة. كل هذه الأشياء يمكنها أن تسبب الخوف وبالتالي الهروب من المنزل. بالإضافة للراحة، فكل القطط عندها حاجيات تختلف من قط لآخر، وهي تتضمن الأكل واللعب والعناية والتطبيب وسهولة الولوج للمرحاض. عندما تغيب هذه الأشياء ربما تبدأ تفكر في حل آخر يوفر لها هذه الأساسيات. من المعروف أن القطط من الكائنات التي تبحث عن الدفء، وهذا قد يورطها في مشاكل. فأخذ قيلولة داخل عربة إذا وجدت أبوابها مفتوحة أو داخل أماكن دافئة تصل إليهم تحت السيارة قد يدفعها لأخذ رحلة سفر بدون تذكرة إياب، لهذا انتبه لها. فصحيح هناك قطط تستطيع العودة حتى وإن ابتعدت كثيرا، لكن هناك قصص كثيرة لقطط ضاعت ولم تعد. هذا يتوقف على السبب الذي تسبب في تركه البيت، وأيضا على مكان تواجده الآن، وعلى التسوية التي أنت على استعداد للقيام بها. وإذا لم يعد من تلقاء نفسه فيجب عليك البحث عليه، وبعد أن تجده حاول ألا تجعل نفس السبب يتكرر مرة أخرى. وإذا كان السبب تركه البيت هو التزاوج، فحاول البحث عن حل قبل أن يتخذ قرار المغادرة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وحصري.